تضم إلينا من العاصمة الروسية موسكو مراسلتنا ريجم محمد، من كييف مفدنا سلمان العنداري، من باريس طبعا أو ستنضم إلينا في وقت لاحق عزة غريبة أيضا، لكن سأبدأ في هذا التوقيت مع ريجم محمد حيث نشاهد هذا الخبر العاجل على قناة طبعا شاشة سكاي نيوز عربية حول أن الكرملين أكد ويؤكد الآن بدء هذا الانسحاب المخطط له بعد نهاية التدريبات كما قال بعض المسؤولين العسكريين الروس. أريج، إلى أي مدى هذا يرسل رسالة تطمين كبيرة للغرب ولأوكرانيا؟ أيضا يظهر أن هذه الحشود هي فقط للتدريبات، وبعد نهاية التدريبات سحبها أصبح في حينه. يعني أريج ماجد، في الحقيقة نحن نعلم أن اليوم هناك قمة ستجري في العاصمة الروسية موسكو بين المستشار الألماني أولاف شولتس الذي وصل إلى العاصمة الروسية موسكو قادما من العاصمة الأوكرانية كييف للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. ونعلم أن المستشار الألماني وقد كان يوم أمس في العاصمة الأوكرانية كان قد طالب أو دعا الجانب الروسي بنبرة المطالبة بأن تقوم بإرسال رسائل أو إشارات على خفض التصعيد فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، إن كانت كما كان قد قال يوم أمس لا تود حقيقة غزو الأراضي الأوكرانية. في إطار ما يمكن اعتباره ووضعه في إطار مبادرات حسن نية وربما ردود روسية ورسائل جوابية فيما يتعلق بعدم نية روسيا التصعيد، قررت موسكو على ما يبدو إرسال مثل هذه الرسائل عن طريق الإعلان عن انتهاء جزء من مناوراتها وتدريباتها العسكرية، وهو ما كانت قد أعلنته حقيقة القيادة العسكرية الروسية منذ فترة وجيزة أيضا اليوم فيما يتعلق بالمنطقتين العسكريتين الغربية والجنوبية واللتين احتوتا تدريبات كبيرة أيضا قرب الحدود التي تربط روسيا مع أوروبا الشرقية وأيضا ليس بعيدا عن أوكرانيا وبيلاروسيا. فيما يتعلق بالتدريبات الروسية البيلاروسية هي مستمرة كما نعلم لعشرة أيام وستنتهي في 20 من الجاري، وهو ما كان قد أيضا تحدث عنه أو ألمح إليه وزير الدفاع سيرجي شايغو يوم أمس. هذه التدريبات ما جت تضع نصب عيونها كما كانت قد حدثت المصادر الرسمية الروسية ليس الهجوم وليس غزو أحد، وإنما تكوين رد أو عامل ردع فيما يتعلق بالتحركات العسكرية التي تحيط بروسيا فيما يتعلق باستخدام التعزيزات الغربية العسكرية سواء من الوجهة الأوكرانية أو من وجهة أوروبا الشرقية. طيب، دعيني أذهب إلى سلمان العنداري في كييف. سلمان، يعني الرسالة أصبحت واضحة، كل حديث الرئيس الأوكراني حول اعتقاده بأن الغد سيكون يوم الاجتياح هو يعني يبطل، هناك انسحاب طبعا من مناطق التدريبات كما قال الرئيس الروسي قبل قليل. كيف يؤثر هذا على يعني الطبقة السياسية هناك، على الشعب الأوكراني وهم يشاهدون ذلك؟ بطبيعة الحال هذه الرسالة الروسية واضحة وتريح الشارع الأوكراني بشكل أو بآخر، وأيضا الشارع السياسي الأوكراني، خصوصا وأن انسحاب أو مشهد انسحاب الجنود الروس من قواعدهم أو من أماكن التدريبات إلى قواعدهم يريح بعض الشيء هنا في أوكرانيا. ولكن هناك عدد كبير جدا من الحشود، عشرات الألاف، أكثر من 130 ألف كانوا يتواجدون في محيط الحدود الأوكرانية. أيضا التصريحات بالأمس الصادرة من روسيا عن قرب انتهاء التدريبات بين روسيا وبيلاروسيا أيضا تريح الشارع الأوكراني بشكل أو بآخر. قبل قليل صدر أيضا موقف من كييف يتحدث بأن أوكرانيا مع الغرب نجحت في منع التصعيد الروسي، ولكن في الجهة المقابلة إذا أردنا أن نستطلع المواقف الغربية إن كان الأمريكية أو البريطانية أو حتى بعض التشكيك بالوجود الروسي الحالي في ما يتعلق بالتدريبات، يمكن أيضا أن نرصد نوع من الضغط، نوع من التوتر المستمر في هذا الإطار، خصوصا وأن سيناريوهات العملية الروسية أو سيناريوهات الروسية غير معروفة حتى الساعة. هناك مهمة يعني صعبة إن صح التعبير لأولاف شولتس المستشار الألماني، أيضا وصل وزير الخارجية الإيطالي اليوم إلى كييف لإجراء بعض المحادثات في هذا الإطار. ربما الغرب يحاول بشكل أو بآخر، وإن كانت المواقف بين البلدان الغرب متفاوتة من التصعيد الروسي، هناك محاولة
محاولات جدية لمنع التصعيد، وهذا بالضبط ما أكده المستشار الألماني بالأمس عندما قال، وأيضا الأمم المتحدة عندما تم التركيز على محاولات منع التصعيد أو خفض التصعيد الذي وصل إلى مستويات قياسية شارفت إلى حد حبس الأنفاس بين موسكو وأوكرانيا والغرب. ولكن حتى الساعة وبمجرد يعني أن نسمع هذه التصريحات تحسنت العملة الأوكرانية بشكل واضح بين الأمس واليوم على وقع تصريحات أيضا الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية الأوكراني في الساعات الماضية. كييف مفدنا سلمان العنداري من موسكو، مراسلتنا أريج محمد، شكرا جزيلا لكما.